مرحبا بكم متابعين متابعات راديو ام في عدد اليوم الخاص اللي ما راناش ساكتين. عاودنا ولينا قبل افون بلوتو كو بريفو، قررنا نديروا عدد خاص بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقه باش نفتحوا لكم المجال تصلوا بنا تعطونا ارائكم او ربما تقولوا لنا كيسكو روتني دو بوتفليقه دو عبد العزيز بوتفليقه، يعني ما هو تقييمكم لعبد العزيز بوتفليقه كرجل سياسي. شيعات نذكر انه شيعات ظهر اليوم جنازه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقه بمقبره العاليه. نذكر انه هو الرئيس الذي حكم البلاد لمده 20 سنه من 1999 الى 2019. توفى نهار الجمعة 17 سبتمبر عن عمر ناهز 84 سنة. نعطيكم لمحة صغيرة عن المشوار السياسي تاعو. هو أكثر الرؤساء الجزائريين بقاء في السلطة. من مواليد 2 مارس 1937 بوجدة، بعد الاستقلال تولى وزارة الشباب والرياضة في سن 25 سنة. كان آنذاك أصغر وزير أصغر الوزراء في العالم. سنة 1963 تم تعيينه وزير الخارجية، وانقعد في هذا المنصب حتى إلى غاية 1979، وعمل كذلك كمستشار في عدة دول خارجية خاصة بعد وفاة رئيس بومدين، وقدم استقالته في 2 أبريل 2019 بعد ضغط شعبي كبير، وعاش يعني معزول في كل هذه الفترة. وتوفي نهار الجمعة 17 سبتمبر 2021 عن عمر ناهز 84 سنة. ربما الوفاة أو الخبر كان أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نقولوش أنه ما كناش ننتظروا الوفاة، لكن عادي إنسان كبير في السن. قررنا اليوم في مارنج ساكتين فتحوا لكم المجال تصلوا بنا قولوا لنا يعني كيسكي فوزا لو بلوس ماركي ولا كيسكي فو غوتوني دو بوتفليقة. راح نتناولوا ربما نطرقوا في أول صلي نشوفوا أخبار كيف كانت مجريات الجنازة، جنازة الرئيس الجزائري الذي أكثر الرؤساء الجزائريين بقاء في السلطة اللي حكم الجزائر من 1999 إلى 2019. ولا كملوا اكتبوا لنا كومنتار، راح نحاول نقرأ كاع فو كومنتار. هل بالمتصل الفريق التقني ليندا عبوي معنا؟ نعم، راح نحاولوا نتحدثوا مع ليندا عبولي، كانت راح تغطات بمقبرة العالية، كانت غطات جنازة الرئيس الراحل السابق عبد العزيز بوتفليقة. راح ربما تحكي لنا عن مجريات الجنازة. هل من ليندا؟ ألو؟ ألو؟ أهلا ليندا، مساء الخير، مرحبا بك في مرانج ساكتين. ليندا عبو، انت كنت في جنازة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كيف كانت المجريات ليندا؟ مساء الخير أميرة، مساء الخير لكل مستمعي ومشاهدي راديو ان. نعم، انا كنت صباح اليوم في تغطية جنازة رئيس الدولة السابق عبد العزيز بوتفليقة في مقبرة العالية. يعني احنا كنا حاضرين، صحفيين كانوا حاضرين امام المقبرة منذ الصباح، ولكن الجثمان الحق في منتصف النهار. يعني من الصباح الباكر الى منتصف النهار كنا سجلنا وصول الوفود الرسميه، يعني كان في كل مره تلحق وفود رسميه. كانت هناك عشرات المواطنين كذلك في بدايه الامر، يعني الامن من الشرطه والوحدات الاخرى كان طلب من المواطنين انهم ما يبقاوش في عين المكان، ولكن فيما بعد يعني هذه المجموعات تاع المواطنين عودوا رجعوا الى امام مقبره العاليه دون الدخول، يعني دون الولوج الى داخل المقبره، وهو الحال كذلك للصحفيين. احنا الصحفيين ما دخلناش الى الداخل، عدا الاعلام العمومي من التلفزيون العمومي ووكاله الانباء الجزائريه اللي كان عندهم يعني الحق في الدخول وفي التصوير ونقل الخبر من الداخل، ولكن باقي الصحفيين من اعلام خاص ومن اعلام خاص كان في الخارج مع المواطنين كما شرحت لك اميره. كالعادة اللي نتعبوا ربما في أغلب هذه الحالات نشوف أنه الصحافة الوطنية والصحافة فقط التلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية تكون عندهم الأولوية والأسبقية، أما الصحافة أو الإعلام الخاص كما قلت يقعد دائما ممنوع من تغطية مثل هذه الحالات.
إيه يعني نعم، قلت لك جميع وسائل الإعلام الخاصة من تلفزيونات، جرائد، ووسائل إعلام إلكترونية بقات في الخارج. يعني احنا نتأسفوا لهذا الوضع، لأننا احنا صحفيين كان عندنا بطاقات، كان عندنا أمر بمهمة واعتمادات كذلك، ولكن جميع صحفيين بقوا في الخارج. يعني حتى في الخارج يعني القوات الأمن طلبت منا نبقاو في مكان في جانب الطريق وين ما قدرناش يعني ناخذوا الصور بكل أريحية. أريحية بكل أريحية، ولكن هذا الشيء ما منعش يعني صحفيين من التقرب من بعض المواطنين اللي كانوا يسعين المكان وين سجلنا معهم تدخلات وكان الشهادات ديالهم فيما يخص عبد العزيز بوتليقة. ربما كنت تعطينا ليندا عبو الشهادة اللي ربما لي قعدت لك في الذاكرات عن شعب أو مواطن حول كيف كان يعيش فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة. يعني شهادات عموما متشابهة يعني من حيث المضمون، يعني البعض من المواطنين اللي كنت أنا تقربت منهم وتكلمت منهم معاهم منهم رجال ونساء يعني تكلموا بالخير على عبد العزيز بوتفليقة، يشوفوا أنه كان عنده إيجابيات أكثر من السلبيات، ويشوفوا أنه قالوا لي أنه الأخ ديالو سعيد بوتفليقة هو اللي كان السبب في النهاية الغير سعيدة لعبد العزيز بوتفليقة على حد قولهم. فلا يشوفوا أنه المعيشة كانت أحسن في وقت عبد العزيز بوتفليقة، يعني حتى يمدوا لي أمثلة عن الحياة اليومية ديالهم، عن القدرة الشرائية، يقولوا لي اللوبيا والعدس كانوا أرخص في وقت عبد العزيز بوتفليقة، كيف نعم. يظنوا أنه عبد العزيز بوتفليقة هو اللي دار لهم الطرقان، اللي دار لهم الكهرباء في الأحياء يعني المعزولة اللي يعيشوا فيها كمواطنين. الشيء اللي شفناه أنه كان العديد من المسنين كذلك من المجاهدين من المناضلين اللي قاموا بثورة التحرير اللي حضروا، بما أنه عبد العزيز يعتبروا أنه عبد العزيز بوتفليقة كان مجاهد مثلهم. وكذلك كانت هناك وفود من يعني أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني مثلا، بالإضافة إلى الزاوية بالقايدية اللي كانت يعني قال يعني فور وصول جثمان عبد العزيز بوتفليقة قامت بالذكر وقراءة القرآن أمام المقبرة. يعني الصور كنا شاركناها في نعم راديو أم ومغربي ميرجو. نعم كان هناك آخر سؤال، كان هناك اكتظاظ ولا لا في ليندا عبو؟ والله ما سمعتك هل أميرتي. كان هناك اكتظاظ في الجنازة ليندا عبو؟ لا 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 لا، يعني عدا صحفيين وممثلي الزاوية البلقيدية كما قلت، المواطنين الحاضرين ما يفوتوش بعض العشرات، يعني نعم ما كانش حضور كثيف للمواطنين أمام مقبرة العليا. شكرا جزيلا ليندا عبو. شكرا لك. ما زلنا دائما لمدة 60 دقيقة اليوم في عاد اليوم نستقبل آراءكم، اتصالاتكم على 077، تلقوا رقم الهاتف تحت هنا تحت الشاشة، اتصلوا بنا تقولنا آراءكم كيف عشتم أو كيف ترون أو لا، ما هو رأيكم في بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة الراحل ربي يرحمه كرجل سياسي على 077 77 66 98. فاصل موسيقي ثم نعود. ذكروا بالرقم الهاتف تاع مراج ساكنين، يعني نقرا في اون كومونتير الناس راهي تعاود تطلب رقم الهاتف، هو 077 77 66 98. اتصلوا بنا. معنا ماتخ مجيد حشور ربما لي يعطي لنا تقييم فتره حكم عبد العزيز بوتفليقه من الجانب الحقوقي او القضاء. اهلا ماتخ. اهلا بكم، مساء الخير عليكم. مساء الخير، مرحبا بك مدخ مجد حشون، نشكرك على قبولك المشاركة معنا. من الجانب يعني جانب القضاء، ربما عطلي ملاحظة أو تقييمك لفترة حكم عبد العزيز بوتفليقة. سي على ليماج دو سي موندا لي كات موندا هذوك كاتاستروفيك، يعني في كصورة يعني لي موند تاعو الربعه اللي كانوا اللي كانوا يعني كاتاستروفيك، على كانوا كاتاستروفيك لانه في الوقت اللي كان تعديل للدستور، الوقت اللي كان
عودة ما يسمى بعودة الأمن الشعب الجزائري كان يستنى في قضاء مستقل. ولكن الناس كلها تعرف أنه هو شكل إمبراطورية تاع الفساد، وأول وأساس هذه الإمبراطورية هو القضاء اللي كان فاسد في العهد تاعو. كنا نتسناو قضاء مستقل، لقينا قضاء بالشكارة، القضاء تاع الشكارة، القضاء تاع البني عميز، القضاء تاع المعرفة، القضاء تاع خاتمم واحد الكلام يقول لك القانون يمشي على الظوالي. صح، الظوالي كان القانون عليه، المؤلفات قلوبهم اللي كانوا بزاف يعني بزاف يعني يقدروا بالالاف، ولا داروا دولة وحدهم، وين عندهم قانون وحدهم، قضاء وحدهم، كما يقولوا دي بريفيليج ليهم. الظوالي مسكين ينحوا له بيرمي لازم يخلص باش يرد يقلبوا البيرمي تاعه. كان بزاف صوالح اللي اكدت على الفساد. يعني ما كناش في، لازم الناس تعرف بلي ما كناش في دولة متقدمة. اليوم عايز يقول لك ودار لنا دراهم، والناس سكنت، والناس عندها سيارات، عندها هادو كاع سيدي بابال. يعني كيما يقولوا على كاع تكلاخ في تكلاخ، برسكو كل شيء بان اليوم، كيما يقولوا بانت الحكاية. لو كانت حاجة كانت تنفع للشعب كانت تدوم، ما يشدوم. داير إذا قلنا من راكم تشوفوا لك هذه الأيام ولا سنتين اللي فاتت، انتقلنا من قضاء شكارة إلى قضاء تليفون، وهي نفس تصور تاع الديكتاتورية، وإن كان القضاء ولا زال مجرد وظيفة. كنا نستناو أن القضاء يكون يعني سلطة، يعني يكون عندنا سلطة قضائية ماشي وظيفة قضائية. بصح هو اللي شكل أول لبنى، أو هو اللي كمل. يعني برش خارج في المشكل ماشي في بوتويقة، مشكل من 62 كما هاك، هو جا زودها، هو دارك خط يعني ناول لهد مالك، كبروا حتى ولا الشر يهدم به العالم. كل شيء راب، العدالة رابت، الصناعة رابت، التجارة رابت، كل شيء راب. وبخصوص القضاء، نعم، أنه قلنا التاريخ يعترف وسيعترف ويفارتني يعني ويشد عليه، أنه القضاء ولا وسيلة هدم بدل ما تكون وسيلة بناء. وحفظ يعني الحريات والكرامة باسم العزة والكرامة. الناس ولا تتزل باسم هذا المبدأ تاع العزة والكرامة. ألورك أوليو دو عزة وكرامة ولينا للذل والاحتقار، وين المواطن ولا يخاف كي بريزونتي لي يتقدم للعدالة. نورمالمون العدالة تحمي المواطن. المواطن كي راح يتقدم للعدالة يكون مطمئن، يطرشك على العدالة تحميه، ما تكونش ضده. حنايا كبرنا الفكرة في المواطن أن العدالة راهي ضده. مسكين تلحق له كونفوكاسيون أو استدعاء، ما يرقش طول الليل ولا ما يرقش طول السمانة ولا ما يرقش طول الشهر، على برشكا عندها استدعاء عند القضاء ويخاف. مجيد حشور، ربما حبيت نطرق لكذلك، ماوش الهدف تحليل قانون الأسرة، لكن كاين بزاف ناس ربما كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الحياة العادية يقول لك أنه يربطوا دائما الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بحقوق المرأة، أو الشخص اللي ربما حافظ على حقوق المرأة وجاب حقوق المرأة. ما هو رأيك مجيد حشور؟ حقوق المرأة كان في المظهر برك، حذر قانون تاع لي يضرب المراه وهذه كانت المظهر، لانه لو كان عندهم يعني نظره لحقوق المراه، كان عندهم نظره لحقوق المراه كان يعدلوا قانون الاسره
دفاسون وين يكون وين الحقوق تكون باسكو عليها المراه. المراه فينالمون في خانه الاسره المراه يكون عندها حقوق غير كي تطلق. نعم كي تكون متزوجه كي تكون كي تكون متزوجه ما عندها اي حق. كي تكون متزوجه راهي في شغل تختفي المراه، المراه تختفي في الزواج، المراه تختفي لفائده الرجل. على نفهم روحي نروحو بار اكزومبل الطفل ديروا له باسبور، ديروا له باسبور للطفل الا ما حضرش باباه. يا اخي متزوجين يا اخي، المراه امه والراجل اب. نعم حكا. نعم ومتزوجين الا ما حضرش الاب بار اكزومبل ما تجيبش الباسبور. كاينين بزاف صوالح لي الاخر، الولايه كيكون في حاله الزواج الولايه تكون للاب، وراهي الولايه تاع الام. الولايه تاع الام ما يولي لها الولايه هذه لا تيتال حتى كيطلق. فدير الا المراه لوك، المشكل لوك نفهموا منه انه اذا كان المراه يكون عندها حقوق بالنسبه للاولاد بالنسبه للتربيه كثيره لازم تطلق. تقدر باللي ما لازمش الناس تغفل باللي حنايا كيفاش ربونا بلي صلوبهم بالشعارات المراه اللي تضرب وعندها حق او هذا الرئيس هذا المخلوع عطى الحقوق ما عطى حتى حق للمراه. ما عطى حتى حق للمراه. الخلع نورمالمون الخلع في بون سي فري يستفاد منه، يعني حاجه مليحه. كيفاش لازم يفهمونا كيفاش الخلع ولا كيما يقولوا الشائع ولا فادير ولات عاده فادير. المرأة تطلق إلا بار اكزومبل المرأة إذا طلبت الطلاق الخلع لا خلينا من الخلع. الطلاق هو اللي يسموه التطليق. نعم. ديفورس ديفورس من جانب المرأة، فدير المرأة اللي تطلب الطلاق يسموه تطليق. فدير المرأة تطلق روحها 90% بار اكزومبل ما تحصلش عليه، بصح إلا طلبت الخلع 90% تحصل عليه. أي حق؟ نعم أي حق؟ مازال بزاف صوالح بين هذا القانون طورنا عوايد ماشي ملاح. هو علاه؟ باسكو هما كيما قلت باللي باسم القانون عبرنا على القضاء، بصح لازم نهضروا أنه باسم القانون فسد المجتمع. وهذا كاع يدخل في إطار عام، وفي إطار عام هو تكسير المجتمع، جعل منه مجتمع فاسد. تنحية ولا ينحو من المواطن، يعني روح المواطنة تاعو، ينحو المواطن روح المشاركة في 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 في, في, في الشأن العام، خاصة في المشاركة السياسية. نعم اكزاكتومون. داير اول اكزومبل حتى دوك اللي يشارك في 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 يجرم العمل. الأمور نعم. في الامور المشاركة السياسية والمشاركة في الشأن العام، علاش راهم يتبعوا الناس على المشاركه في الشان العام ولا المشاركه في السياسه؟ على نجم ديموند على بورتون مضينا معاهدات، مضينا مواثيق دوليه اللي تضمن هذا الشيء، واللي تضمن ان القانون يحمي المشارك في الفرد المشارك في السياسه. احنا راكم نشوفوا اللي يشارك في السياسه راهم في الاحداث. دونك كل شيء المنظومة القضائية بأي كانت أساس الفساد ولا تزال أساس الفساد للأسف. حنا كي نهضروا كيما هكا حنا حابين من القضاء تاعنا يكون سلطة، ما يكونش مجرد وظيفة في يد شخص أو في يد أشخاص يتحكموا فيها ويستعملوا فيها ضد الأفراد. منذ 20 سنة ولا مقبل 20 سنة أن القانون والقضاء راهم ضد الزوالي وضد المواطن. يعطيك الصحة مدخ ماجد حاشور، شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة لكم. إلى اللقاء. أنتم كذلك تقدروا تتصلوا بنا على 077-77-66-98. ما هو تقييمكم وكيف عشتم فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الذي حكم الجزائر من 1999 ل 2019 أكثر الرؤساء الجزائريين بقاء في السلطة؟ فاصل موسيقي ونعود نقولوا بقوا معنا.
لمحة صغيرة عن المشوار السياسي لعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق الراحل. هو أكثر الرؤساء الجزائريين بقاء في السلطة من مواليد 2 مارس 1937 في بوجدة. بعد الاستقلال تولى وزارة الشباب والرياضة في سن 25 سنة، كان أصغر الوزراء آنذاك في العالم. سنة 1963 تم تعيينه وزيرا للخارجية إلى غاية 1979، وبعد وفاة بومدين عمل كمستشار في عدة دول خليجية. قدم استقالته في 2 أفريل 2019 بعد ضغط شعبي كبير اللي هو الحراك. هل من متصل الفريق التقني؟ ألو 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 بونجور، مهدي من الجزائر. أهلا مهدي. ألو، راكم لاباس؟ الحمد لله. وانت واش راك مهدي؟ صافا صافا الحمد لله. راك اون ديريكت مهدي. قل لي يعني واش اللي يشد اكثر انتباهك في فتره عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه؟ بون، بسم الله الرحمن الرحيم. بريميرمون انا جو سوي كلكان دو تري اوبجيكتيف، دونك بور مو البريزيدون دو لا ريبوبليك عبد العزيز بوتفليقه اللي قعد 20 عام في الحكم، جو في لو كاين انقطاع مهدي، مانيش نسمعوا فيك مليح مهدي. لا فو مونتوندي ميو. وي فوالا، قلت لك جو في ايفالوي سور 3 كريتير بور مو كي سون تري امبورطون بور 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 ايفالوي ان بريزيدون دو لا ريبوبليك في نيمبورت كال بيي. دونك sur le premier plan, le plan économique, ça a été une catastrophe. Donc pendant 20 ans, ils ont gaspillé 1500 milliards de dollars. Après 20 ans, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'infrastructure de base. Il y a les projets, les tenders, c'est un fiasco. Donc on a la plus, on va dire, l'autoroute, il y a quand même le monde, c'est en Algérie, c'est l'autoroute Est-Ouest. Avec ce budget, on aurait pu faire 10 autoroutes en béton. Qu'une seule au lieu d'une seule autoroute plus goudron par Hiraiba. Donc 9 km de pour c'est-à-dire le projet initial et la DL au social avec 1500 milliards de dollars. Donc le cas ça décide moi là tu faut faire internet mais on n'a aucune infrastructure de base. Vous avez mentionné tout à l'heure que ce président était Kenf Khalid dans les années 80. Donc je pense que Kenf Nahda تاع الامارات surtout هو كان مع بن زايد en tant que مستشار. بعد وفاة بومدين. نعم. Donc normalement avec 1500 milliards de dollars puisqu'un fond de la Emirat, je pense que c'est une personne intellectuelle, il a un certain niveau. Donc pour moi, c'était je ne sais pas est-ce que c'était volontaire ou là c'était accidentel. Bon, c'est pas à nous de juger ça, mais je pense que c'était un fiasco sur le plan économique. Sur le plan politique, aujourd'hui, je pense qu'on est toujours dans un système totalitaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mu'arada, qu'est-ce que mu'arada veut dire ? En plus de ça, les 20 ans, qu'est-ce qu'il y a eu ? Donc pour moi, les années 90, c'était les politiciens ont quitté l'Algérie et ceux qui sont restés sont morts. Donc des gens honnêtes. Après, c'était une extermination assez politique. C'est-à-dire que l'ensemble des têtes politiques, Liken ou Kainin, et les Khlas ou Fetsainat, on a touché la fertilité à la scène politique en Algérie, fait les 20 ans à Bouteflika. Donc aujourd'hui, on est dans une situation après une révolution populaire, et je m'arrête là. Donc je vais dire juste révolution populaire, point, parce qu'il n'y a pas eu une suite politique pour moi, parce qu'il n'y a pas les têtes, qu'ils ont la tête sur les épaules pour pouvoir traduire ou la transmettre les revendications populaires en revendications politiques. Donc aujourd'hui, on est devant une scène politique vierge, c'est très malheureux. Sur le plan sécurité, avec l'Hikaya d'Asha al-Gharbiya,
on va le dire directement, que l'Algérie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore, c'est-à-dire depuis l'indépendance, au contraire, on est en train de gaspiller pour rien. C'est vrai, c'est pour la sécurité, pour surtout sur le point géopolitique. Mais après, aujourd'hui, après des trentaines d'années, après l'indépendance, le point. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. L'Est, l'Ouest, le pays est entouré de dangers. Et pour la sécurité du pays, c'est pas la sécurité militaire, c'est surtout la sécurité de l'économie, de la bled, de le mentou du Watané, soit mentou du humain ou là. Voilà. Donc c'est ça ce qui est le plus important. Donc aujourd'hui, malgré les infrastructures de base, on va pas dire ouari, à la balle ou ce qui se passe, mais on va dire que ma cache un niveau d'intellectuel, ma cache derrière un niveau intellectuel, que niveau intellectuel, c'est-à-dire soit l'éducation, soit les infrastructures de base, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, par rapport à ce point, je vais pas dire que Makesh Nokhba, parce que Kain est Nokhba, j'ai Makesh Nokhba. Mais je vais jouer un jeu de mots, je vais dire que Makesh Nokhba représentatif, c'est-à-dire Makesh, elle ne représente pas. Mais je t'aime Thilia. Voilà, Mahi, je t'aime Thilia. C'est-à-dire, quand t'as Bouteflika qui est avec les Azab, les Kainin, soit Mu'arada, je ne sais pas pourquoi ils sont Mouraham Mu'arada parce qu'ils ne sont pas représentatifs, soit Azab les Mouarad, les Hum, qui m'a dit que l'Abiya. En Fessaha Siyati al-Jairia, Nakash Nukhba représentatif. Mais je vais m'arrêter là. Parce que derrière, il y a des gens, Kain Sah, Kain Nukhba, mais ils ne sont pas représentatifs parce que. Donc, je vous ai dit que par rapport à l'Nukhba, s'il y a ce que Anaya, ce que je reproche l'Nukhba, s'il y a ce que je reproche, c'est qu'elle n'a pas pris de risque quand il fallait prendre le risque. Pour moi, je blâme personne. Toute personne est libre de prendre les décisions qui juge être utile, mais pour moi, en tant que citoyen algérien, simple citoyen algérien, face au pouvoir algérien, avec la FLN, avant la MTLD, le Hizb al-Sha'b, etc. C'était une Nukhba politique qui quand Disait même l'Omar, et elle prenait le risque. Elle prenait le risque, c'était Nukhba suicidaire, gars, il aurait directement le risque. Non, aujourd'hui, non. C'est même pas le cas, donc je pense que Kain Nukhba n'est pas représentatif. Il y a une question de l'étisal ou de la mouchareka. Quand tu as dit رأي ou شهادة مواطن عاش في فترة ولا عرف يعني فترة 20 سنة اللي يحكم فيها الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعطلنا رأيك كيما انتم تقدروا تصلوا بنا على 077-77-66-99 أعطونا أراءكم وتقييمكم لفترة عبد العزيز بوتفليقة كرجل سياسي كشخص يعني حكم البلاد بدون تجريح يعني من الأحسن نكون يعني ما نجرحوش لأنه موش الشخص يعني اللي همنا لكن الرجل السياسي والرئيس السابق. 10 دقائق تفصلنا عن نهاية عدد اليوم لمرج ساكتين الخاص بعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق. هذه المرة عندنا اتصال من بومرداس من عند مجد. أهلا مجد. السلام عليكم. سلام، مرحبا بك في مرج ساكتين. وش راكم لاباس؟ تخي بيان. وانت عبد المجد؟ الحمد لله. الحمد لله.
تفضل عبد المجيد، وشنو هي قراءتك ولا ملاحظتك ولا تقييمك ربما كمواطن عرف فترة عبد العزيز بوتفليقة؟ عبد العزيز بوتفليقة كان عضو في نظام الحكم منذ الاستقلال، يعني شارك تقريبا في جميع مراحل حكم هذا النظام، وكان شاهد على كل اغتيالات سياسية اللي صرات بما فيها خاصة قيادات الثورة التحريرية. ولما جاء في الفترة الأخيرة كرئيس جمهورية يعني ما كانش عنده نية أنه يبني دولة بأتم معنى الكلمة، وأغلبية القرارات اللي اتخذها كانت هي قرارات شعبوية من أجل كسب وعاء انتخابي على حساب مصلحة الدولة. ناخذ مثال مثل قرار التربية في احتساب معدل شهادة التعليم المتوسط، اللي كانت معدل الشهادة في 3 زائد معدل سنوي تقسيم 4، تدخل ورجعها المعدل السنوي زائد معدل الشهادة تقسيم 2، وين طلعت النسبة، يعني كان يحوس غير على جال المصلحة الشخصية تاعو على المصلحة الوطنية. وبالنسبة خاصة بالنسبة لاستقلال القضاء، ما كانش عنده نية انه يبني مؤسسات تقوم عليها الدولة الجزائرية، وكان بناء مؤسسات اللي ترتكز عليها الدولة الجزائرية ما راناش في الحالة اللي رانا روك، وخاصة القضاء لغياب القضاء اللي ولينا في فساد كبير ما شكيتش، يعني تكون اي دولة في العالم شهدت هذا الفساد، الاف الملايير اللي كانت يعني البحبوحة اللي كان من المفروض انه الوطن يستفاد من تلك البحبوحة في بناء ليزانفراستركتور دو باز، لبناء مستقبل الوطن. ديجا شوفوا غير في الاونه الاخيره في لاكريز دوكسيجين لقينا ما عندناش منظومه صحيه، يعني نعم. جميع المستويات كان ما كانش في المستوى اللي كان تستاهل هذه البلاد انه يكون من دار رئيس. نعم ولو كان يعني جوز العهدتين الاوليتين، يعني في سنه 2000 ما قامش باسقاط الدستور، لكن احسن ليه هو كشخص واحسن لنا للجزائر كوطن. نعم هو تشبث بالحكم حتى مرض، ومن بعد كان استغلال من طرف الوسط تاعو، اللي كان الوسط تاعو كله فاسد، كان استغلال للدو بين يعني الدول الجزائر للانهيار، واليوم رانا في يعني في وضعيه جد حرجه، والوطن راه فريمون في خطر يعني دون ما نطرقوا الى الاخر، حريه الصحافه والاغتيالات وسجن المواطنين والنشطاء ظلما. نعم يعني الكثير من المساوئ اللي وصلت بنا لهالدرجه، ويعطيكم الصحه. شكرا جزيلا مجيد على هذه المشاركه، شكرا جزيلا. شكرا ميرسي لكم. 9 دقائق تفصلنا عن نهاية عدد اليوم، العدد الخاص بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، دائما على 077-77-66-98. وليد ام جي دو روتور، مرحبا بك وليد ام جي. لي زونسيان تاع مراناش ساكتين ويقولنا اسكو لي جون سو سوفيان دو سون انترفيو على بي بي سي. Il me semble, avant son élection en 1999, lorsqu'il disait que s'il n'était pas élu à une écrasante majorité, eh bien le peuple devrait se complaire dans sa médiocrité et qu'il n'était pas là pour faire son bonheur malgré lui. عنا اتصال، نظن انه راح يكون اخر اتصال لعدد اليوم من كينيا. اهلا مهدي. اهلا صباح. الحمد لله، وانت يا مهدي واش راك؟ لاباس الحمد لله، وانتوما؟
تري بيان مهدي، تفضل مهدي. اتصلت ربما باش تعطي رايك حول فتره حكم عبد العزيز بوتفليقه كرجل سياسي. اسكو عشت هنا في الجزائر في فتره؟ لا، ما انا كنت تماك اون الجيري جوسكا لا فان دو ماندا دو لاكس بريزيدون. هو التقييم. اسكو فو روتوني دو عبد العزيز بوتفليقه؟ اتفق مع كل الذين اخذوا الكلمه من قبل وتحدثوا عن حفيله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه. نعم. وذلك يتلخص في الطريقه التي انتهى بها حكمه، وهو الاستقاله او الخلع، لانه ذهب من الحكم مجبرا تحت ضغط شعبي بسبب الضغط الشعبي. وكلنا نتفق على 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 كل السلبيات من تحديد الحريات الفرديه او الجماعيه، ومواصله الحكم بطريقه انفراديه، وتعديل الدستور والوضعيه الاقتصاديه. لكن avec un petit bémol quand même, il faut aussi souligner quelque chose. C'est que ceux d'aujourd'hui ne valent pas mieux. وذلك في الطريقه التي دفن بها، لانه اذا كاين حاجه حنايا رانا نحوسوا عليها هو النظام الجمهوري. والنظام الجمهوري يقتضي انه يكون فيه ما يسمى بديمومه الدوله، لا بيرينيتي دو ليتا. S'il y a un point positif qu'on peut retenir pour Bouteflika, c'est que le Jazairi, qui est en 20 ans, c'est normal, il a eu beaucoup de rois dans le Ouhda. Il a eu Ben Bella en 2012, Charlie Ben Jadid en 2012, je crois aussi, et Ali Kafi en 2013. وثلاثة الرؤساء السابقين كان عندهم حداد وطني وجنازة وطنية. Vous parlez de la case recueillement au niveau du palais du peuple qui a été supprimé, Monsieur Mahdi? Non, je parle de tout le protocole qui a été. Il y a un protocole à observer lors de d'obsèques officielles républicaines, quel que soit le bilan de la personne, parce que quand on est président de la République, il y a un protocole à observer. Et aujourd'hui, on a vu que l'hésitation et la non-prise de décision, le non-deuil national, ça fait un petit peu tâche. Nonobstant, bien sûr, le bilan du président. Parce que s'il y a un président controversé, on peut parler d'Ali Kafi, par exemple, qui n'a même pas été élu. Et on peut parler de Chedli Benjedid, qui a démissionné en 92 quand on était en pleine crise. Donc ce n'est pas le problème du bilan, c'est le problème de l'image qu'on donne en tant que République. Et le fait qu'il n'y ait pas de pérennité dans le protocole, ça pose aussi un problème qui dépasse Bouteflika et qui dépasse même, je crois, les autorités actuelles. Vous voyez, comment vous traduisez cela, Mehdi? C'est l'amateurisme. L'hésitation, l'amateurisme. Il y a la nouvelle de la mort où elle est tombée. Comment réagir à cela? Est-ce qu'on va décréter un deuil national? Est-ce qu'on va faire des obsèques nationales? Tout cela dans le, c'est-à-dire dans la gestion de l'instant. Or, dans un État, il y a des choses qui dépassent l'instant. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas plus opposant que moi à l'ère Bouteflika, mais tout en étant opposant, on reste républicain. Et dans la République, il y a un certain nombre de protocoles qu'il faut respecter, comme par exemple le fait que quand un président de la République décède, ex-président de la République, il y a un protocole. Et là, il est rancunier ou revanchard, etc. Ou Hakzak, ou Tfen Ben Bella, ou Ali Kafi, ou Chadi Bejdid avec les honneurs de la République. Le fait que cela lui soit refusé, moi je trouve ça pas très juste. Et je suis extrêmement sérieux en disant ça, parce que je suis un républicain et que je dépasse les oppositions, et je suis pour cette image d'unité nationale et de République unie, que même Houa, il a droit à des obsèques nationales et à un deuil national d'au moins 7 jours qu'il a décrété pour les autres présidents. Imaginez demain, Tboun va mourir, on va rentrer dans un truc, Winzerwell, il est toujours en vie, il va mourir, comment on va faire? Ils ont très très mal
et c'est aussi une conséquence de sa propre manière de gouverner, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il est en train de payer aussi ce qu'il a fait, mais Anna, je trouve que on ne doit pas gérer l'instant. En disant qu'il est en train de payer ce qu'il a fait, vous justifiez en quelque part maintenant décisions. Que je vous parle, c'est vrai que l'idée me il est parti dans une telle confusion et dans un tel tumulte que peut-être la décision n'a pas été prise à cause de ça. Mais quel que soit, et là on a besoin d'une équipe qui soit au pouvoir, qui soit républicaine, qui dépasse la gestion de l'instant, et de l'événement et de l'actualité, que quand un chef d'État a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel, nonobstant les conditions dans lesquelles il a été élu, etc., il soit respecté. Voilà, il a déterré la dépouille de Amir Oshouz, etc. Il était un symbole de la réconciliation nationale à l'époque, en 84, le 30e anniversaire de la Révolution. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui doit dépasser tout ça, et c'est l'aspect républicain de la chose. Et aujourd'hui, on a enterré un ex-chef de l'État, sans deuil national, et sans qu'il batte le palais du peuple. Oui. Moi, je trouve que c'est dommage et que ça donne une très mauvaise image de la pérennité de l'État. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous. Merci pour votre émission et merci pour les autres intervenants aussi. C'est un devoir. Avec ça, Mehdi, نقطة مهمة تحدث فيها مهدي ربما اللي ما تحدوش عليها المشاركين الآخرين. يعطيكم صحة أنتم كلكم اللي شاركتوا معنا إما en commentaire ولا حاولتوا تتصلوا بنا. لحقنا لنهاية عدد اليوم الخاص. أكثر الرؤساء الجزائريين بقاء في السلطة توفي نهار الجمعة 17 سبتمبر عن عمر ناهز 84 سنة. حكم البلاد 20 سنة من 1999 إلى 2019. On a jugé utile hein, de vous donner la parole. نعرفوا يعني أراءكم حول الفترة وحول أراءكم في عبد العزيز بوتفليقة كرجل سياسي. نتمنى أنه قدرنا يعني نمدوا الكلمة لأكبر عدد ممكن من الناس اللي شاهدوا مرانج ساكتين. نعود نقول لكم في حلة جديدة لمرانج ساكتين عن قريب. اقعدوا تابعوا صفحات فيسبوك يوتيوب تويتر لراديو ام وراديو تيري دو سيس ام بوان نت. راح نفوز انونسي لا ريبريز دو مرانج ساكتين. نعطيكم الصحة إلى اللقاء.